إذا مستمعينا في دوازة اليوم غادي نقترح عليكم غريبة سهلة بالعقدة ديال التمر. فكاين مقادير ديال العجين وكاين مقادير ديال كيفاش نحصلوا على العقدة ديال التمر. غادي نحتاجوا بعدا في المقادير ديال العجين ديال الغريبة ربعة ديال الزبدة تكون رطبة يعني واخدة درجة الحرارة ديال المطبخ. غادي نحتاجوا كذلك كاس د العنبة ديال المزهر، كنعبروا بالكاس د العنبة مزهر، وكاس د العنبة ديال الزيت. غادي نحتاجوا كذلك خمارة واحدة ديال الحلوى والطحين اللي غادي يكفانا باش نجمعوا هاد العجين ديال الغريبة. هادو هما المقادير بالنسبة للعجين. غادي نعاود قلنا باش نوجدوا غريبه بالعقده ديال التمر غادي نحتاجوا لربعه ديال الزبده تكون رطبه واخده درجه الحراره ديال المطبخ. غادي نحتاجوا كاس ديال المزهر وكاس ديال الزيت كنعبروا بالكاس ديال العنبه، خماره واحده ديال الحلوى وطحين اللي غادي يكفانا. يعني عندنا ميزاننا وحنا كنخلطوا وحنا كنجمعوا، يعني غادي نخلطوا ديك الزبده في واحد الاناء غارق ولا قصريه صغيره، نديروا ديك ربعه ديال الزبده رطبه وغادي نضيفوا ليها كاس ديال الزيت وحنا كنخدموا مزيان، ونضيفوا كاس ديال المزهر دائما كنعبروا بالكاس ديال العنبه. ثم ملي كتخلط لنا هاد السوائل مزيان عاد كنضيفوا الدقيق الكافي مع خماره واحده ديال الحلوى وكنبقاو ندخلوه بشويه بشويه باش ما يغلبناش الطحين وتجينا قاصحه الغريبه. غادي نبداو ندخلوه شويه بشويه حتى كيتجمع لنا هاد الخليط ديال العجين ديال الغريبه. نغطيو بلاستيك ونحتفظوا به على جنب. وبالنسبه لتحضير العقده ديال التمر راه كتباع جاهزه، وهي من الافضل اننا نحضروها في الدار، التمر موفر وموجود. فغادي ناخذوا التمر يعني الكميه اللي غادي تكفانا، وغادي نحاولوا اننا نفوروه. ملي كنفوروه كنطحنوه في الطحانه ديال المطيشه، ملي كيطحن مزيان كنضيفوا ليه جوج معالق ديال كبار ديال السنيده، نضيفوا واحد معلقه صغيره ولا معلقه كبيره ديال القرفه على حسب اللي كيبغي التنسيمه تكون غالبه ديال القرفه ولا لا، وغادي نضيفوا معلقه ديال الزبده تكون رطبه. كيتخلطوا مزيان ونضيفوا واحد شويه ديال المزهر. فغادي نعاود غادي ناخذوا كميه من التمر اللي عندنا وغادي نفوروه، ومن بعد غادي ندوزوا في الطحانه ديال المطيشه. ملي كيطحن لينا مزيان كنضيفوا ليه جوج معالق كبار ديال السنيده، نضيفوا معلقه ديال القرفه صغيره ولا كبيره على حسب النكهه الا بغينا تكون غالبه ولا لا، معلقه كبيره ديال الزبده رطبه، وكنضيفوا معلقه كبيره ديال المزهر. كنخلطوا مزيان وكنعجنوا بيدينا حتى كتخلط مزيان هذه العقده ديال التمر، ومن بعد كنشكلوا منها كويرات صغيورين وكنمشيو كنوجدوا كناخذوا لهاد غريبه هاد العجينه ديال الغريبه، وكناخذوا العجين وكنبداو نقرصوا منها هكا شويه كويرات صغيورين وكنبداو نحلوهم. يعني كناخذوا كل كويره صغيره من هذاك العجين وكنديروها في الكف ديال يدينا وكنبسطوها مزيان، يعني كنحلوا شويه العجينه وكناخذوا ديك الكويره ديال العقده ديال التمر كنديروها في الوسط ديال العجينه، ومن بعد كنعاودوا نشكلوها كويره على شكل غريبه وكنستفوها في اللاطه ديال الفران، اما نضغطوا عليها بالمرشم اللي بغينا وكتجينا هكا الوجه ديالها مزيان بهذاك الشكل لانه كانت على شكل كويره وضغطنا عليها بالمرشم اللي بغينا، اولا كناخذوا هذاك المرشم ديال ثلاثه ديال المعمول اللي كنديروا فيه نيت هذا الحلوى اللي كيكون طويل وكيكونوا فيه شكل واحد يعني باحجام اللي هما مختلفين، كيكون مرشم طويل وفيه الحجم الكبير والمتوسط والصغير. وبسهوله ملي كنديروا ديك العقده ديال التمر في الوسط ديال العجينه كنكوروها وكنديروها في وسط هذاك المرشم، ملي كنعاودوا يعني نقلبوا هذاك المرشم كنضربوه كشويه وكنقلبوه فكيخرج لنا هادو غريبه بهذاك الشكل ديال هذاك المرشم اللي حنا اختارينا، ومن بعد كنستفوهم في اللاطه ديال الفران وكندخلوهم حتى كيطيبوا ويتحمروا. ملي كطيب هاد غريبه بالعقده ديال التمر كنخرجوها وكنرشوا عليها ونفندوها مزيان في السكر كلاصي من النوع الممتاز وبالصحه والراحه.